الأستاذ دكتور أشرف من الأستاذ دكتور أحمد عثمان، كيف يمكن في رأيك التغلب على عدم التكافؤ بين الأعداد الكبيرة التي ترد إلى المستشفيات الجامعية وعدم وجود أعداد كافية من التمريض والعمال وبعض التخصصات كالطوارئ في ظل تدني الأجور؟ طبعا زي ما قلنا إن إحنا لازم نتفق مع وزارة الصحة ومع المستشفيات وزارة الصحة بشكل جدي جدا إن المستشفى الصحة بتبقى ساعات الطوارئ والإسعاف على رأس التيم. هو بيروح يقول لك لا روح الميري، فحاجات عادية زايدة وكلام من ده، لا لازم يفعل فعلا الناس اللي هناك دي تشتغل. فدي لازم تبقى اتفاقيات واضحة جدا، وبعدين يجي عليك هنا تقول له لا ما عنديش مكان، لا ما اقدرش اقبلك، بيبقى بيجيب لك الجيش ويجيب لك يعني حاجات تانية. بالنسبة للتمريض زي ما قلت، التمريض لازم 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 يبذل له عطاء، والصناديق الموجودة فيها الملايين اللي ممكن تصرف على من يستحقها لتشجيعه في العمل وانه ما يسيبش المكان اللي موجود عشان يروح يشتغل بره عشان يقدر يعيش. هل لك رؤيه في تحديد الدور برضه دكتور احمد عثمان؟ هل لك رؤيه في تحديد الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعيه برايمري سكندري اند تيرشري كير؟ احنا طبعا تيرشري كير، بس احنا وي شود بي برايمري كير within primary and secondary within the context of education، لان الحاجات السيمبل البسيطه ديت انا بنها عشان اعلم الناس. لازم ان هو العيال تتعلم زايده، بس مش لازم ان انا نايب هيخش زايده ثلاث اربع زوايد في الليسته في الحوادث، مش لازم يجي لي 20 زايده والمستشفى في وزاره الصحه مش موجود. احنا تيرشري بس primary and secondary within the context of education. سؤال من الاستاذ الدكتور يسري عماد، التفسير ما هو التفسير الحقيقي للمجانية الحقيقية حيث أن التكلفة في جراحة العظام عالية جدا، ما هي مصادر التمويل؟ وثانيا التركيز على الطبيب المقيم الأساسي وسنة الروتيشن، وهل هي كافية؟ سنة الروتيشن زي ما قلت لحضراتكم في أقسام بتجد إنها مفيدة جدا جدا جدا، وفي أقسام بتجد إن الوقت بيضيع والكادر ما بيستفدش بالدرجة المعقولة والكافية، وهو بعيد عن قسمه ولا يدري اي شيء عنه في خلال تسجيله وبيسجل رساله هو لسه ما جاش، فلازم يعطى قيمها. والله الاقسام اللي موافقه او اللي طرب فيها الفايده ماشي خليها اول سنه، لكن الاقسام اللي طرب والكانديدز نفسهم ناخد رايهم، اللي يرى ان الفايده غير كامله يبقى الكانديد يفضل اول سنه في قسمه وبعد كده يبقى ثلاث شهور كل سنه. النقطه الثانيه التكلفه العاليه. التكلفه العاليه موجوده، احنا قلنا ان احنا لازم نطالب الحكومه والدوله بالوقوف يعني عند مسؤوليتها، لان احنا الاعداد كبيره من اربع او خمس محافظات. لازم الدوله في تمارس او يعني تبذل الجهد في ان احنا ازود الميزانيه. الحاجه الثانيه لو انا عندي الميزانيات من الخاصه انا ممكن التبرعات في اقسام بتصل فيها قيمه التبرعات لسد الحاجه اليوميه لمستلزمات غاليه الثمن جدا 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 ارقام كبيره جدا. احنا عندنا في الرمض الخبره بتاعت نهال اللي قلت لكم عليها بعد كده، وانا بحييها لانها بتوفر بالملايين مينتنس ومستهلكات وادوات من متبرعين. المتبرع لو واثق ان الفلوس بتاعته رايحه في محلها هلاقي فلوس كتير جدا 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 ممكن توفي عليه. هو تبقى سؤالين، فيعني عايزه على حسب الوقت ونكمل في الساعه الاضافيه. شكرا جزيلا. شكرا للاستاذ.